بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. المذاكرة، كلنا بنسمع كلمة المذاكرة دي بتتخض، وهو حقيقي موضوع تعب كل الأمهات، لأن بتبقى الأم في وادي والطفل في وادي تاني خالص. طيب إحنا دلوقتي عايزين نعلم أولادنا إزاي يحب المذاكرة، إزاي يحب الصلاة، لأن الأم، أنا أتحدى أي أم تكون بتسيطر كده على أعصابها وهي بتذاكر لأولادها. طبعا غير التحابيش، أنت غبي، أنت ما بتفهمش، شباشب بتطير، كتب بتتقطع، كل ده بنتعرض له. طيب عايزين إزاي نعوده هو اللي يطلب إنه يذاكر أو يطلب إنه يصلي أو يحب التعليمات اللي إحنا بنقولها له، يكون كده حبيبها وهو بيعملها. كل ده هنعرفه من خبير تربوي أستاذ صلاح الدين الأزهري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الحمد إزاي نخلي ولادنا يحبوا المذاكرة أو يحبوا التعليمات اللي إحنا بنقول لهم عليها، زي الصلاة، زي القرآن، زي الحاجات دي؟ هو في مبدأ أساسي لازم نكون عارفينه كويس جدا، إن الإنسان لما بيعمل أي حاجة بيحبها بيتفنن إنه يتقنها ويبدع فيها. والإنسان لما بيعمل حاجة بيكرهها بيتفنن إنه يهرب يبعد منها. عنها. بالظبط. فالمذاكرة والصلاة اللي عاملة صداع بالنسبة للأمهات، كلنا تعودنا إنها بتيجي من خلال إيه؟ الإجبار. الإجبار والقهر والزعيق وكده. ده بينتج عنه إيه؟ بينتج عنه مصيبة كبيرة جدا، إن الطفل بمجرد ما يكبر ويبدأ سنه يوصل 15 16 سنة، يحس إن هو قرب يتخلص من سجن البيت. فيبدأ الكارثة والمصيبة إنه يعمل كل المصايب وهو حاسس بطعم الحرية. بيتمرد على الكلام ده. بالظبط كده. عشان كده يتفاجئ كتير من الشباب بمجرد بس ما يكبر شوية، على طول تلاقي قصات شعر غريبة، لبس غريب، لما يسمع أغاني يسمع بصوت عالي بشكل زايد عن اللزوم. كل ده عايز يقول أنا حر. ده كان كبته جواه يعني. بالظبط. هو جعان للحرية، فما صدق ان هو خرج من سيطرة الأسرة. عايز يقول بمنتهى علو صوته أنا حر، محدش يقدر يتحكم فيا. فالموضوع بقى يتعالج من أوله، من بدري. المفروض زي ما قلنا في الأول، الحاجة اللي الإنسان بيعملها عن حب بيتفنن إنه يتقنها ويبدع فيها. الإنسان اللي بيعمل حاجة عن كراهية وإجبار بيتفنن إنه يتخلص منها بأسرع وقت. بالظبط كده. طيب إيه بقى هي الأساليب اللي الأم والأب يتبعوها علشان ننجح نحبب الطفل في الحاجات اللي إحنا عايزينها؟ الأول لازم نعرف إن الطفل ده اتولد صفحة بيضة. ده مش صفحة بيضة بس، ده اتولد وجواه فطرة على حب الخير تلقائي. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل مولود يولد على الفطرة، يعني هو أصلا مولود جاهز. بكل أسف إحنا كآباء وأمهات اللي بنشوه الفطرة دي، إحنا اللي بنغيرها. بالظبط. يعني هو أصلا جاي جاهز حابب الصلاة، هو جاي جاهز حابب العلم، حابب كل أبواب الخير. لكن بكل أسف لما إحنا بنتدخل بنبدأ نخليه يكره الحاجة دي. طيب إذا نعرف إن مهمتنا سهلة مش صعبة. الطفل اتولد أهو سن 6 شهور مثلا، لما وصل سن 10 سنوات، شوفي كمية التدخل اللي احنا اتدخلنا فيه. خلينا لما وصل، هو اتولد كويس جدا. لما كان سنه شهر شهرين ثلاثة كان كويس عادي، بني آدم على الفطرة. احنا تدخلنا فيه خليناه يوصل لمرحلة انه كاره يعمل اي حاجة، وكاره يصلي، وكاره يذاكر. طب ايه اللي هو حبه؟ حابب جدا يتفرج على كرتون، حابب جدا يلعب. كل ده مش علشان هو اتولد كده، علشان احنا اتدخلنا. طيب عايزين في الحلقة دي نقول للأباء والأمهات عايزين التدخل السليم. بالظبط كده. من البداية، من أول ما الطفل يتولد، أول حاجة صفة أساسية من صفات المربي، لازم المربي يتمتع بالصفة دي سواء كانت أب أم أو أب، التشويق. بمعنى إنه أي حد في الدنيا لما أقول له معلومة بسهولة بيفرط فيها بسهولة. لكن لما أقول له المعلومة بتشويق، أشوقه للمعلومة، بيتمسك بالمعلومة. كل الأمهات بيشتكوا وإحنا بنصحي الطفل الصبح للنيرسري أو للحضانة أو للسكول بتاعته، بيصحى بخناقة. طيب إحنا ليه ما شوقناهوش من البداية سن سنتين ده؟ ليه ما قعدناش نحكي له ونقول له شوف النيرسري جميلة إزاي، اللي بيروحها الشطار بس، والموضوع ده يستمر شهر واتنين وتلاتة، ونوعده ان اول يوم ليه في النيرسري هنعمل له حفله، وهنجيب اصحابه وقرايبه وهنجيب الناس كلهم. طبعا انا بخاطب كل فئات الناس. حابب اقول للناس محدش يتخض من كلمه حفله، اقول هو الناس ناقصه تكاليف مثلا. يا جماعه الاطفال سهل جدا نضحك عليهم حتى لو حاجه بسيطه يعني. انا خايف يكون اطفال بيتفرجوا علينا فيكشفوا اللعبه.
بس الأطفال سهل جدا يضحك عليهم، مجرد شوية سماعات بشوية أغاني أطفال بشوية أولاد تانيين بشوية بونبونيات حلويات، الموضوع بس اسمه حفلة. هو يبقى عارف انه احنا بنحتفل بيه عشان انت رحت مثلا النيرس، بدأ مرحلة جديدة في حياته. وتتصور بالموبايل ونفضل بعد كده نتفرج عليها ونقول له شوف الحفلة كانت جميلة، علشان نجهز للحفلة اللي جاية اللي هي حفلة دخول السكول، حفلة دخول المدرسة، ونعد ليها التشويق. انا عايز اسأل سؤال، مين اعظم مربي جاء على مر تاريخ البشرية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه هو أعظم مربي؟ لأنه بمنتهى البساطة استلم جيل ضايع، جيل بيعبد الأصنام، جيل بيشرب الخمر، في قتل، في سرقة، في كل المصايب. المفاجأة المذهلة اللي لازم تثير إعجابنا، نعجب بيها، إنه هو استلم الجيل ده، خرج منه أساتذة. سبحان الله. أساتذة بقى في كل المجالات، يعني مش أساتذة في مجال واحد. ده يخلينا احنا ندرس ونذاكر هو عمل ايه بالظبط فيهم، ايه اللي هو عمله. صح. هنتفاجئ ان هو لا يمكن ابدا يستخدم اسلوب الامر المباشر. لازم نعرف قاعدة مهمة جدا، استخدام اسلوب الامر المباشر والاجبار يولد العناد. تمام. على فكرة اي حد فينا كده في مبدأ، طبعا الحلقة مدتها مش هتسمح ان احنا نتكلم عن كل حاجة، لكن في مبدأ دايما بتكلم عنه في الكورسات وفي المحاضرات اللي بروحها، انه الإنسان مبدأ أساسي إن الإنسان كل لما كان حر يعمل الصح بتلقائية، وكل لما كان مجبر يترك الصح ويحب الغلط. طيب احنا عاوزين يعني نخش بقى ايه في الحاجات اللي هي تعب الامهات فعلا. يعني هو بيجي من المدرسه، اقعد اعمل الهوم ورك بتاعك، لا انا عايز التابلت شويه، عايز الكرتون شويه، عايز يلعب شويه، ازاي يعني ازاي هي تخش له مدخل ان هو يحب المذاكره؟ احنا بنجيب الموضوع من اساسه. من اساسه لما اعرفه ان في حفله بمجرد دخولك النيرسري، في حفله عند دخول المدارس. انا عاوز بس اضرب امثله للتشويق. الام عايزه تقول له ذاكر. طيب بدل ما نقول له ذاكر، طب ما نحببه في المذاكره نفسها. نحببه في المذاكره ازاي؟ نشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحبب الصحابه ازاي ونعمل زيه. تمام. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام عايز يقول للصحابه معلومه يا جماعة، هو طبعا حريص جدا عليهم مفيش شك، أكيد. فعايز يقول لهم المعلومات بمنتهى الحرص، فنتفاجئ انه بيعملها بذكاء شديد. هو عايز يقول لهم يا جماعة خليكم حريصين على ذكر الله، لان ده ربنا معاك 24 ساعة، يعني هيحفظك، يعني هيحميك. يقولها لهم ازاي؟ لو استخدم اسلوب الامر المباشر، خليكم مع الله، اذكروا، اوعى حد ينسى ربنا، هينفروا بالظبط، هينفروا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ شوف الحديث، انا بستمتع بالحديث ده جدا، لان الحديث ده وكانه اربع سطور تشويق وكلمه ذكر الله كلمتين بس. سبحان الله. عكس اللي احنا بنعمله، بنقول ذاكر 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 5 60 وبنضرب وبنزعق وبنشتم وبنقطع كتب وحاجات كتير بتحصل بصراحه. اي تشويق، ما هو لازم نستفيد بقى. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ شوف الاسلوب، ألا أدلكم على خير أعمالكم؟ أنا لو قاعد في وسطهم أقول له أيوة رسول الله، خير أعمالكم اللي هو إيه؟ استنى بس، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني أفضل عند ربنا، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، يعني كمان أفضل من إنك تطلع ذهب وفضة للفقراء وفي سبيل الله. شوقتني يا رسول الله، أيوة. إيه هو بقى؟ لسه. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم، اللي هو الجهاد في سبيل الله، كمان اللي هو ليه فضل عظيم، اللي بيموت بيبقى شهيد طبعا. افضل، لا شوقتنا كتير. قول بقى ذكر الله. الله بس. الله. كلمتين بس. النبي عليه الصلاه والسلام، موقف تاني سريع، كان في صحابي اسمه ابو سعيد بن المعلى. ابو سعيد بن المعلى صحابي، والنبي عليه الصلاه والسلام بيحب كل الصحابه زي ما احنا بنحب اولادنا، عايزين ننصحهم. بدل ما يقول له يا ابا سعيد انا هقول لك نصيحه، لا، ما يقول له، ما يعملش كده، يقول له ايه؟ يا أبا سعيد لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله، لكن قبل أن تخرج من المسجد. طب ما تقولها لي دلوقتي يا رسول الله، ما احنا فيها. لا لا لا، قبل ما تخرج من المسجد. إيه الحكمة في كده؟ علشان يشوفوا هو حريص ولا لأ، بيشوقوا. بصوا يا جماعة، مبدأ بالله عليكم، اللي يقدر يكتبه يكتبه، لا تنصح أحدا. النصيحة تقيلة على الإنسان. أي حد يسمعها دلوقتي يقول لي إزاي الدين النصيحة والأمر بالمعروف، إزاي ما نصحش حد؟ ما أنا هكمل أهو. لا تنصح أحدا إلا إذا كان طالبا للنصيحة.
اي ام هتسمعها دلوقتي هتضحك، هتقول لي ده انا لو استنيت 100 سنه ابني مش هيطلب النصيحه، هو هيطلب ان انا يا ماما اسكتي من فضلك وسيبيني. ما ده كويس. لا تنصح احدا الا اذا كان طالبا للنصيحه، فان لم يطلب النصيحه فهنا ذكاء المربي ان اجعل من امامي يطلب النصيحه. ايوه دي ازاي بقى؟ ازاي النماذج اللي احنا بنقولها دلوقتي. انا هقول لك 5 جوائز بياخدهم اللي بيصلي في الدنيا وفي الاخره، بس بكره ان شاء الله. ليه يا ماما ما تقولي لي دلوقتي؟ لا اخليهم بكره معلش. يا ماما بعد اذنك انا عايز اعرفهم دلوقتي. طب بص هقول لك 2 دلوقتي ونخلي 3 بكره. لا لا انا عايزهم. انا خليت الولد طالب ايه؟ هو عايز يعرف. عايز يعرف ايه الجوائز دي؟ اللي يروح المسجد من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. يعني اللي يروح مسجد ربنا يبني له شاليه في الجنه. طب واللي يرجع من المسجد شاليه تاني. ايه ده؟ يعني لو صليت العصر رحت ورجعت 2 شاليه في الجنه. شاليه يعني فيه العاب، يعني فيه كل ما تشتهيه النفس. مش ممكن كل حاجه انت بتحبها واشوف اكتر حاجه بيحبها ايه. يعني 10 شاليهات اتجهزوا في الجنه في يوم واحد. معقول يا ماما كل ده؟ بالظبط. تحب اقول لك ايه كرامه اللي بيحب العلم عند ربنا؟ بس هقول لك بكره. ايه بس يا ماما؟ ربنا طبعا بعد ما شوقوا ربنا سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني لازم المؤمنين وأهل العلم يرفعوا. موضوع منتهي. يبقى إذن الحاجة الأولى التشويق. يا كل أم ويا كل أب بيسمعني أرجوك تخلص من الأسلوب المباشر. خليك في أسلوب التشويق. قل لابنك أنا عندي قصة قوية جدا عن البطل الكبير خالد بن الوليد، بس أقولها لك بكرة. الولد هيقول إيه؟ يا بابا قولها لي دلوقتي. عايز يعرفها. على فكره الموضوع بسيط. احنا المشكله بس بنستعجل ننصح ولادنا. طب لا انا بقى بذكاء ارمي صناره كده اخليه لا انا عايز اعرفها دلوقتي. هو اللي بيطلب. هو اللي طالب. ايوه. يبقى اول اسلوب اسلوب التشويق. صفه دايما لازم الانسان. بصوا حديث كل الناس حافظينه، هنتفاجئ انه طول الحديث تشويق. كلمتان ايه هما؟ خفيفتان على اللسان. ايه هما بقى؟ ثقيلتان في الميزان. ايه هما بقى؟ حبيبتان. ايه هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله. لا النبي عليه الصلاه والسلام استاذ بيخلي بيقدر يشوق الصحابه علشان يقول لهم. مجرد ما يقول المعلومه يمسكوا المعلومه ويتمسكوا. مش قولوا كذا، مفيش اسلوب الامر اللي هو قول خالص. حتى حاجه غريبه جدا، الحمد لله رب العالمين. ربنا بيقول الحمد لله. هو ينفع ربنا يقول الحمد لله؟ ده باسلوب غير مباشر بيقول لنا انتوا قولوا الحمد لله. طب ليه ما كان قال لنا قولوا الحمد لله؟ ربنا يعلم ان اسلوب الامر بينفر الانسان. فارجوكم يا اباء وامهات، اول حاجه عشان نحبب اولادنا في الصلاه، نحببهم في المذاكره، نحببهم في العلم، بلاش نستخدم اسلوب الامر المباشر. انا وانتوا لو حد استخدم معانا في الشغل اسلوب الامر المباشر هنتضايق. ايوه مش هنقبل. احنا نحب حد يقول لنا لو سمحت وبعد اذنك وانا بفكر في كذا، طب انت ايه رايك؟ كلنا بنحب كده. ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لابنك. سؤال مهم جدا. هل تحب ان يعاملك الناس كما تعامل ابنك؟ الزوج سؤال مضحك معلش. كل زوجه هل تحبي جوزك يعاملك زي ما انت بتعاملي ابنك؟ لا طبعا. يعني جوزك بيقول لك قومي اعملي اكل. هيعمل نفس الاسلوب اللي انت بتعمليه مع ابنك. ما تقومي تعملي اكل يا وشتايم بقى كتيره. تحبي؟ لا. السؤال بقى الاشد شويه معلش. هل نحب ان ربنا يعاملنا بنفس المعامله اللي بنعامل فيها اولادنا؟ احنا نحب ربنا يسامحنا. ويا رب معلش احنا بشر وهنغلط. ونفس الموضوع صح. على فكره اولادنا طبيعي جدا يغلطوا. هو قال يعني احنا معصومين؟ ابدا. هنغلط بس نحب ربنا ايه؟ يسامح. سامحنا. فبالتالي التشويق التشويق التشويق. وهو في سن 2 و3 بشوقه لحفله النيرسري. وهو سن بعد كده بشوقه لحفله المدارس، دخول المدارس. دخول المدارس في حاجه هشرح الحفلة الأول. لازم حفل دخول المدارس يكون الولد لابس لبس المدرسة والشوز بتاع المدرسة والشنطة ويعني كل حاجة جديدة هو ماسكها ولابسها وكأن ده لبس. بتشوفوا حفل تخرج أوائل الجامعات أو حفل التخرج من الكليات العسكرية بيبقوا لابسين عاملين إزاي؟ هو بيطلع طول عمره يفخر باللبس ده لأنه احتفل بده. الطفل أنا عايز يوصل له الحتة دي أنه لما يلبس لبس المدرسة وشنطة المدرسة والشوز وكل حاجة جديدة بيلبسها بس الحاجة جديدة كده. النهاردة يوم عيد يعني هيشم ريحة الحاجات الجديدة دي هيجي يلبسها تاني يوم المدرسة مشاعره تبقى عاملة ازاي. مشاعر الحفلة صح. دي حاجة بيسموها علماء النفس الرابط. لو مثلا واحد خطب واحدة وكان حاطط نوع برفان معين في اليوم ده طول عمره لما يشم ريحه البرفان دي هيفتكر ايه؟
يوم الخطوبه. ده طبيعي. ايوه صح. هبص الاقي مثلا حد اتعرض لموقف معين مثلا فشم برفان معين، طول عمره هيفضل فاكر الريحه دي، بتفكره بالموقف ده. ده علماء النفس بيسموه الرابط. طب ما نستخدم احنا بذكاء موضوع الرابط ده مع اولادنا. نلبسهم لبس السكول وكل حاجه جديده وحفله، يقوم الولد وهو بيصحى الصبح بيلبس اللبس ده، مشاعر الحفله حاضره جواه، بالتالي مشاعر التفوق، بالتالي اذا مشاعر النجاح. بحب اقول لاولياء الامور وللناس الحفله دي تكون متكرره نهايه كل سنه. خلاص هو عملها اول مره في النيرسري، ثاني مره وهو داخل المدارس، ثالث مره بقى ورابع مره، كل سنه في نهايه العام الدراسي. اي ام هتقول لي بس ابني درجاته سيئه. كويس، نعملها برضو. ليه؟ مفهومنا احنا عن النجاح والرسوب للاسف غلط. المفروض انا مثلا دخلت اولى ابتدائي والمجموع في اولى ابتدائي مثلا من 100، انا جبت 60 من 100، في وجهه نظر كل الناس ده مجموع وحش. كارثي. لكن الصح ان احنا نظن ان ده مجموع كويس. ليه بقى؟ الولد كان 0% وهو داخل اولى ابتدائي، خرج وهو 60%، اذا اكتسب معلومات جديده ولا لا؟ انا بحتفل بالمعلومات الجديده اللي هو اكتسبها، والشيء اللي انا بحتفل بيه بيزيد. بس معلش انا دلوقتي هو 100 وهو جاب 60، انا لما احتفل بيه ما هو كده خلاص عارف ان السنه اللي بعديها برضو لو جاب 60 لو جاب 50 ما انا هحتفل. لا ما هو انا بوصل له المعنى. لكن انا ببقى الام بتبقى لا كده قليل، شايف زمايلك جايبين كام، انت اشمعنى انت. ما هو اسلوب النقد الدائم من اهم الاسباب اللي بتخلي الولد يكرهه الصلاه ويكرهه انت حيوان، انت ما بتصليش، انت هتطلع فاشل. الكلام ده لازم نمحوه من قاموس. انا عايز اقول تحدي، بس تحدي. حد يفتح كده اي كتاب ويشوف النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو اكثر حرصا مننا على اصحابه، اكيد عمره ما قال لحد يا فاشل يا حيوان انت ما بتسمعش الكلام ده. حتى اللي كان بيعمل كارثه ومصيبه وذنب كان بيتعامل معاه بمنتهى اللطف. مفيش انت هتخش النار انت. فحضرتك سالت سؤال مهم، ما هو كده لما اعمل له حفله وجاب 60% خلاص هياخد على كده. لا لا انا بفهمه ان انا بكرمك عشان اكتسبت معلومات جديده. انا بكرمك لانك اكتسبت معلومات جديده، فيقوم يكون متشجع يكتسب المزيد من المعلومات. يا جماعه انا بكافئه على المعلومات مش على المجموع. هي دي الغلطه. احنا المنهج ده منهج التركيز على المجموع خلى الولاد كل تركيزه المجموع. صح. يدخل الامتحان يخرج من الامتحان ناسي كل حاجه، كل حاجة. انما بقى الانسان اللي هدفه معلومات ممكن وهو في الجامعه يفتكر معلومه درسها في اعدادي. ليه؟ بيحب العلم. يبقى اذا التشويق. الحفلات برضو بعد سن 6 سنوات بشوقه لحفله ال7 سنوات اللي هي حفله ايه؟ علموا اولادكم الصلاه وهم ابناء 7. الحديث ده خطير لانه بيقول لنا وهو عنده 7 سنوات ما تعلمه الصلاه. ايه ده معنى كده ان قبل 7؟ لا. قبل 7 لا. ازاي يعني لو نزل يصلي مع باباه ما تنزلش الصلاه؟ اللي بيجي سن 7 يبقى كبر. مش الناس عارفه ان الممنوع مرغوب؟ مش احنا لما بنمنع ولادنا عن الكرتون بيتعلقوا بيه اكتر؟ ايوه حقيقي. طب ما نعكس، ما نعلقهم بالصلاه من خلال المنع منها. يعني الاب بيبقى نازل يصلي كده وجايب جلابيه بيضه لابنه كده وفرحان بيه ونازل 5 سنين مثلا، يقول له مش لا. مش مشكله لما يعوده مره واثنين، لكن اقصد مش على طول. يعني قصدي مش على طول. انا عارفه لازم في النص كده يفهمه ان دي لا. لما حد يحب يصطاد سمكه بيرمي لها طعم. أيوة. انا بعمل كده، انا ممكن انزله معايا مره واثنين، لكن الطعم او الولد فاهم كويس جدا ان لا، لما تكبر شويه 7 سنوات امنعه عشان يتشوق اكتر. يا جماعه ايه اللي خلى اولادنا متعلقين بشكل جنوني بالكرتون؟ أيوة. اننا بنمنعهم عنه، والممنوع مرغوب. احنا هنرجع بقى بعد في فاصل، هنرجع طبعا. بقى نكمل فاصل مشاهدينا وراجعين تاني. اهلا بيكم بعد الفاصل. استاذ صلاح، احنا كده عايزين نصيحه من حضرتك كده لكل الامهات اللي بتتفرج علينا وان هم بيتبعوا الاسلوب اللي معظم الامهات بتتبعه اللي هو ايه؟ زي ما حضرتك ذكرت، انت غبي ما بتفهمش المذاكره وحاجات بقى الواحد بيشوفها قدام عينيه فعلا، كتب بتتقطع والعقاب بيبقى شديد وضرب وحبس وحاجات زي كده. نصيحه اخيره كده. نصيحه اخيره، للاسف الوقت خلص، ولكن انا بنصح كل الامهات ان هم من غير ياس ومن غير احباط يسمعوا كتير عن التربيه ويتعلموا كتير. انا كنت محضر اساليب كتيره جدا ازاي نخلي اولادنا يحبوا الصلاه والمذاكره بحيث ان هم يكونوا متعلقين بيها،
مش بيعملوها عن اجبار، وحتى وهو قدامنا او بعيد عننا ملتزم انه بيحب العلم، بيحب المذاكره، بيحب الصلاه. حتى في اجازه الصيف تبص تلاقيه بيدور على الكتب. طبعا الامهات يضحكوا على الكلام ده، يقولوا معقوله ابني انا في اجازه الصيف هيدور على الكتب؟ يذاكر. ده بيحصل فعلا مع ناس كتير جربوا الاساليب ديت. فانا بنصحهم ان هم يتعلموا اكتر عن التربيه. كل الاساليب اللي انا قلتها لحضراتكم ديت واساليب كتيره جدا. وبرده في سؤال تاني مهم، كيف نجعل ابناءنا يسمعون كلامنا بدون عصبيه؟ كل الاساليب ديت ذكرتها على صفحتي في كورس التربيه، هتلاقوا حلقات فيديو على صفحتي. اتمنى ان شاء الله يكون مفيد ان شاء الله. وتلاقوا فيه إن شاء هي الله فعلا حقيقه مفيده، انا شفتها كلها ما شاء الله عليها، وان شاء الله هيبقى لنا لقاءات تانية مع بعض ونفيد الناس فيها باذن الله. نورتني، وان شاء الله مع بعض باذن الله. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، فاصل وراجعين تاني.